في المهجر، ومعي من بيروت سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي. أهلا بكم. قررت السلطات السورية تشكيل لجنة تحقيق في ظروف مقتل الصحفي الفرنسي جيل جاكي في مدينة حمص، يأتي ذلك وسط تشكيك البعض في مهمة المراقبين العرب. صدمة كبيرة خلفها مقتل الصحفي الفرنسي جيل جاكي في سوريا. فجاكي كان ضمن وفد إعلامي في حمص وصور مع زميله مظاهرة مؤيدة للرئيس السوري، لكنه قتل بقذيفة سقطت على مبنى احتمى فيه بعد تعرض الحي للاستهداف. مقتل أول صحفي غربي في سوريا يأتي في وقت تزداد فيه الصعوبات التي يواجهها المراقبون العرب هناك، فهم سبق وتعرضوا إلى هجوم في اللاذقية. الجامعة العربية أكدت بعد الحادثة أنها ستؤجل إرسال المزيد من المراقبين، ولو أن البعثة تستمر في أداء عملها حتى 19 من الشهر الحالي وفقا للبروتوكول الموقع بين الجامعة والحكومة السورية. البروتوكول حدد مدة عمل بعثة المراقبين بشهر قابل للتجديد، لكن الولايات المتحدة تحدثت عن ضرورة حصر المدة هذه على لسان وزيرة خارجيتها. أن بعثة المراقبين لا ينبغي أن تستمر إلى أجل غير مسمى، لا يمكن أن نسمح للأسد ونظامه بالإفلات من العقاب. عقاب قد يأتي على شكل المزيد من العقوبات في 19 من الشهر الجاري، وهو الموعد المبدئي لتقديم مشروع قرار بهذا الشأن في الأمم المتحدة، أي تزامنا مع إعلان الجامعة العربية إن كانت ستطلب تمديد مهمة المراقبين العرب في سوريا أم لا، علما أن اثنين من المراقبين قدما اعتذارهما بحسب رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية لمراقبي سوريا. اثنان من المراقبين، أحدهما جزائري والآخر سوداني، اعتذر، الأول لأسباب صحية والثاني لأسباب خاصة. لكن المراقب الجزائري أنور مالك أكد أنه اعتذر لأنه شاهد أمورا مروعة لم يتمكن من منعها، متهما السلطات السورية بارتكاب جرائم حرب. سالم زهران ضيفي من بيروت. السلطات السورية قررت فتح تحقيق فيما حصل للصحفي الفرنسي في حمص، يعني ما هي حظوظ هذا التحقيق برأيك، وكيف يمكن أن يحصل هكذا حادث في حضور يعني مرافقين على الأقل سوريين رسميين؟ نعم، أولا مساء الخير لك توفيق، واسمح لي أن أتقدم بالتعاذي إلى كل جسم الصحفي في العالم. للأسف في العام 2011 ودعنا 106 صحفيين على خريطة الكرة الأرضية. اليوم في بداية العام 2012 جاء الخبر السيء من حمص والخسارة الكبيرة جيل جاكي. تحية له، تحية إلى هذا المقاوم الصحفي. أما حظوظ هذه اللجنة فأنا متفائل جدا بها، وأحيي الحكومة السورية على هذه الخطوة لسبب أساسي ورئيسي، أن هذه اللجنة إذا استعرضت مؤلفة من قاد ومن خبير متفجرات ومن مندوب عن القناة الفرنسية الثانية، وعلمت أن الحكومة السورية سمحت للقناة الثانية أن تختار من تشاء دون أي قيد أو شرط، وأعتقد أن وجود مندوب عن المحطة الفرنسية يضيف موضوعية إلى هذه اللجنة، إضافة إلى وجود قاد يترأس هذه اللجنة. أما المرافق فعلى علمي وبمعرفة البدائية بالعسكر لا يمكن لأي بادي جارد أو رجل أمن مرافق أن يرد قذائف الهاون، لا يمكن لأي مرافق أن يرد القنابل ولا حتى الرصاص، ونحن شاهدنا بملء العين والآن نشاهد كما أنت تشاهد ماذا حصل لهذا الجسم الصحفي. للأسف عزيزي توفيق المشهد في سوريا يحمل الكثير من الالتباس، لأن هناك تعتيم وتضليل إعلامي يمارس وبكثافة وقوة على عكس المشهد العربي في كل أرجاء العرب. أنا لست بعيدا عن المشهد السوري، لقد زرت حماة مع وفد صحافي أجنبي كان بينهم زملاء من القناة الفرنسية الثانية في منتصف رمضان، وتعرضنا إلى حالة من الهمجية من قبل من يسمون أنفسهم ثوار، وأنا أيضا موجود وعلى تماس في المشهد السوري وفي قلب المشهد السوري. لذلك أرجو من الرأي العام الغربي والرأي العام العربي الذي يشاهدنا الآن لا يذهب بالعاطفة بعيدا، بل أن يحكم عقله وأن ينظر إلى الأمور كما هي، وأن يحاول أن يقرأ أبعد من المشهد الذي أمامنا على الشاشة. باختصار هذه اللجنة أنا متفائل بها جديا، وأتمنى
أن تأتي التحقيقات شفافة وأن نقرأ قريبا وقريبا وفي العاجل جدا من يتحمل مسؤولية قتل هذا الصحفي، بالرغم من أنني ميال عن مستوى الشخصي أن أتهم ما يسمى الجيش السوري الحر أو من يسموا أنفسهم ثوار بهذه الجريمة النكراء، لأن باختصار جيل جاكي كان موجود في الطرف المقابل، كان موجود مع المؤيدين للنظام السوري نظام الدكتور بشار الأسد، وجيل جاكي كان موجود في منطقة يعرفها الدكتور هيثم مناع جيدا، هي منطقة هذا الحي بحد ذاته هو حي مؤيد، أما المكان الذي سقطت منه قذائف الهاون فهو مسيطر عليه تماما أو شبه تماما من قبل من يوصفوا بأنهم ثوار. طيب. أعيد وأكرر، في سوريا مشهد ملتبس، نتمنى أن تفك رموزه وشفراته قريبا. هيثم، ضيف من بيروت يتحدث وكأن الجهة التي تقف وراء العملية معروفة. اسمح لي أخي توفيق، باسم هيئة التنسيق الوطنية وكل الديمقراطيين السوريين والصحفيين والإعلاميين السوريين، التقدم لعائلة جيل جاكي الصغيرة والكبيرة ولكل مواطن فرنسي بالتعزية لخسارة هذا الصحفي الكبير. نحن نعيش الموت في حمص في كل يوم، والمواطن السوري في حمص بالتأكيد يعرف هذه الحالة، وكل يوم نقرأ على الشاشات عدد الشهداء، فلسنا بحاجة إلى أن نتحدث عن حالة استثنائية. نحن نحيي كل الصحفيين الأحرار والمستقلين الذين يذهبون ويخاطرون بحياتهم إلى سوريا من أجل أن يكونوا شهودا على ما يحدث، وبكل أمانة وصدق أقول نحن لسنا بحاجة إلى صحفي يكون مع الثورة، نحن بحاجة إلى صحفي صادق وأمين فقط، لأن الصدق والأمانة تكفي الثورة، والصدق والأمانة تكفي الشعب السوري، لا نريد غير ذلك. النقطة الثانية، كمناضل حقوقي أرفض أن أطلق الأحكام، خاصة عندما تتشكل لجنة التحقيق بوجود طرف منها من مؤسسة الضحية. بالعادة إحنا كانت المؤسسات أو لجان التحقيق تتشكل من طرف واحد، الآن تم الموافقة على وجود المؤسسة المعنية بالأمر، فرنسا الثانية، القناة الثانية، هذا مؤشر جيد، لذا فلنترك التحقيق يسير، نتمنى أن يكون هناك وجود للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في سوريا المستقلة تماما عن السلطات السورية، لكي يكون هناك مصداقية أكبر للتحقيق. أما بالنسبة لاتهام هذا الطرف أو ذاك، أظن أن من المبكر ومن يعني بصير فعم نشتغل سياسة. طيب. أنا بقدر أقول فورا أن السلطات السورية مسؤولة عن كل شيء، عن كل الموتى وعن كل كذا وكذا، لا نريد أن ندخل في هذا. أنا يعني هيئة التنسيق الوطنية بالأساس لما نشأت وولدت في ثورة على أساس قيم ثورة، وترفض منطق الحرب اللي بيقول غاية تبرر الواسطة أو ألاقير كم ألاقير، معليش من كذب من كذا، لا نريد، وليست مهمتنا لا أنه نعمل بروباغندا، ولا نحن نعتمد على الحقيقة باعتبارها في صف الثورة ودائما ثورية، ونعتمد على ثقة الناس بنا وثقتنا بالناس من خطاب لا يبالغ ومن خطاب لا يزور. لذا حتى لما الناس تزور بصالحنا كنا نقول لا، ولما تتجنى في أي قضية نرفض هذا التجني. لكن أنا بحب أقول أن الحل الأمني العسكري هو الذي خلق الأوضاع غير الأمنية في مدينة حمص، هو السبب في أننا وصلنا إلى حالة لا يمكن أن نعرف فيها متى يمكننا أن نتصبح ونحن أحياء الصباح، أن نصلي الصبح، أن نذهب إلى العمل لأنه ما عاد في عمل حتى، وأن نعيش حياة ليس طبيعية ولكن حياة سيرفي، بقاء من أجل البقاء، من أجل البقاء فقط. وهذا ما دام في حل أمني عسكري، ما دام
هذا الوضع سيستمر وسيتعنف وسيتعفن الوضع أكثر ويصبح العنف متبادلا، لأنه عندما يعم العنف الخطاب السياسي لا يكون عند الطرف الآخر أي خيار إلا أن يدافع عن نفسه ولو بطرق تخدم القامع. المقموع يلجأ إلى طريقة تخدم القامع لأنه ليس في وضع متزن، هو في وضع بين الحياة والموت، يفتقد فيها لأبسط شروط الحياة. من هنا الوضع في حمص بالفعل وضع مدينة منكوبة، لسنا أمام مدينة عادية، وكل مراقب هناك وكل صحفي هناك أنا أوجه لهم التحية، لأنهم بالفعل يغامرون بحياتهم من أجل نقل صورة أمينة عن الوضع في سوريا. سالم زهران، ضيفي هيثم تحدث عن يعني على الأقل عن الجانب السلبي للحلول الأمنية، ولكن هذه الحلول الأمنية أحدثت نوع من البلبلة حتى لدى المراقبين. أنت استمعت بالتأكيد للعديد من المراقبين العرب الذين تحدثوا عن تجاوزات وما إلى ذلك على الميدان، وهناك حتى تفكير في عدم إرسال مراقبين جدد إلى سوريا. نعم، في ثلاث نقاط أساسية في كلامك أخ توفيق، زميل توفيق. النقطة الأولى كلام الدكتور هيثم، كلام فيه شيء من الرومانسية وتوصيف القامع والمقموع، أنا لا أتفق عليه. وأنا أسأل الدكتور هيثم واستحلفه بالله، هل يمكن لأي مؤيد للنظام السوري، هل يمكن لأي عضو في حزب البعث العربي الاشتراكي أن يرفع رايته وصوته ويعبر في باب عمرو؟ هل يمكن لهم أن يعبروا في حمص؟ إن هذا ما يسمى الجيش السوري الحر يمارس هو دور القمع في المكان الموجود فيه والمتواجد عليه. الدكتور هيثم، أنت لست الصورة الحية لما يحصل على الشارع مما يسمون أنفسهم ثوار. هذه الصورة الرومانسية التي نراها على الشاشة هي صورة مختلفة. أنا أقسم بشرفي ومهنتي الصحفية، وكان السفير الأمريكي السابق إدوارد بيك معي في حما في مكتبة تدعى العروبة مقابل مركز محافظة حما في نصف رمضان. تعرضنا نحن والوفد الفرنسي ومراسلة القناة الخامسة موجودة الآن وهي على قيد الحياة، تعرضنا إلى أنواع مضايقات وشتائم ومسبات ممن يسموا أنفسهم ثوار لمجرد أننا بدأنا نحدثهم بأسئلة موضوعية أو شبه موضوعية. أما في الشق الثاني المراقبين، فأنا أستند إلى جامعة الدول العربية التي قالت أن الدابي هو الشخصية الوحيدة الناطقة الرسمية والتي تعبر عن موقف الجامعة والمراقبين. أما المراقب العزيز أنور مالك فقد قرأ تصريح جامعة الدول العربية تقول أنه عند وصوله كان مريض وبقي في الفندق إلى لحظة مغادرته. فهل ما رأى في أحلامه؟ فهل ما رأى أخبره إياه أحدهم؟ أما في النقطة الثالثة والحلول واستعصاء الحلول والحل الأمني، أنا لست على الإطلاق مع أي حل أمني عنفي، ولكن عزيزي هناك عصابات مسلحة. لو أن هذه العصابات المسلحة موجودة الآن في شوارع باريس كيف تتصرف مع الحكومة الفرنسية؟ لو أن هذه العصابات موجودة في لندن، ولقد رأيناها في لندن تنهب وتصفق، ورأينا كيف تواجهتها الحكومة البريطانية، لقد رأينا الإرهاب يضرب في الولايات المتحدة الأمريكية ووجدنا قانون تحت عنوان الأمن الوقائي الاستباقي. كيف مسموح لكل العالم أن يحارب الإرهاب؟ كيف مسموح لكل الدول أن تضبط نظامها ومنظومتها وأمنها واستقرارها ويمنع ذلك الأمر على الجيش السوري الرسمي؟ عزيزي أنا أعرض لك الآن على الشاشة هذه بطاقة مختومة على أن هذا الشخص الموجود فيها، والختم هنا ختم رسمي ويمكنني أن أزود فيها محطة فرنسا 24، هذا الشخص دخل الأراضي السورية ختمها، عند خروجه لم يختم بل دخل من طريق موارب، وكما استطاع هذا الشخص أن يدخل ويخرج من طريق موارب، وكما استطاع زملاؤنا الإعلاميين اللبنانيين يعني، ولا نحصي لك أسماء عديدة عفواً ولكن فيما يتعلق أن يدخلوا إلى حمص دون جواز سفر ودون قيود رسمية، كذلك عفواً سالم زهران، ولكن الإرهابيين القتل. العديد من الإعلاميين وأنت تعلم ذلك لم يسمح لهم بالدخول إلى الأراضي السورية. طبعا وجه إليك السؤال سالم زهران، يمكن لك أن ترد وخاصة فيما يتعلق بالمراقبين. نحن اليوم توفيق قد ميز الدكتور هيثم مناع ومعه سعود إليك سالم زهران، سعود إليك صحفيين يقومون بأدوار أخرى. تفضل. في 18 يمر يعني ندخل في الشهر 11 للثورة. نحن نعرف بأن إطلاق الرصاص ووجود الرصاص بين الناس كان من طرف واحد لعدة أشهر، وكان في مظاهرات مليونية يعود الناس فيها إلى المنزل
ولا يطلق الرصاص من طرف أحد كانت آمنة تماما. كنا أمام ثورة شعبية سلمية إلى أن استوحشت السلطات السورية في التعامل معها، أولا باحتلال درعا، ثم احتلال البلدات الأساسية في محافظة درعا، ثم تم التصاعد بشكل كبير عندما جرت الهجمة الأولى على حمص، عندما حاولت حمص أن تبني اعتصاما سلميا، ثم الهجمة الأساس على 3 مدن سورية كما لم يحدث في التاريخ المعاصر لسوريا، اللي هي حماة ودير الزور والبوكمال. هذا المشهد من استعمال العنف الصرف باعتباره الوسيلة الوحيدة للسلطة السياسية للتعامل مع المجتمع، المجتمع السوري استطاع أن يصمد ويكذب قانون نيوتن ويقول لا، مش لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومعاكس له في الاتجاه، نحن نرفض العنف ونريد الاستمرار في السلمية. لكن بالتأكيد هذا الوضع أصبح لا إنسانيا، وأصبح هناك ردود فعل بالضرورة تخرج عن السيطرة حتى من أكثر الناس حكمة وعقلانية. ما يجري في سوريا هو جرائم ضد الإنسانية تمت خلال 7-8 أشهر. هل تريد من الجرائم ضد الإنسانية التي شملت كل تعاريف هذه الجرائم في ميثاق روما وفي القانون الدولي، هل تريد أن يكون المواطن حملا وليس لديه أي إحساس، يجد 2 أو 3 من العائلة قتلى أمام عينيه ولا يرد؟ هناك بالتأكيد ردود فعل على الجرائم التي ارتكبت. طيب هذه ردود الفعل لا تعاود في حجمها، لا تزيد عن 5% من العنف الأساس التي تمارسه السلطة. طيب سأعود إليكم ولكن بعد الأخبار. أهلا بكم مجددا في برنامج باريس مباشر والذي نكرسه هذا المساء للملف السوري. طبعا تحدثت وكنت أجبت على سالم زهران، ولكن بقي أن تتحدث عن المراقبين، لأن طرحت عليك سؤال عن المراقبين باختصار حتى نعطي الكلمة لسالم زهران. بحب أقول شيء، أنه هذول المراقبين يعني تعرضوا لهجوم من كل الأطراف، يعني من السلطات السورية حتى بعض أطراف المعارضة حتى العديد من المتظاهرين، وظلموا في ظلم كبير بحقهم. وللأسف يعني كمان بحب أقول أنه بالنسبة للصحفي الجزائري هناك رسالة اعتذار من اللجنة العربية لحقوق الإنسان إلى الأمين العام حول هذا الشخص، لأنه في مراسلاته لنا كان يقول أشياء تختلف عما قال للصحافة، وليس من المهنية، تقصد نور مالك؟ أيوة، وليس من المهنية في حال أن يذهب إلى بلد إعلامي لا بلد المنشأ أو إلى القاهرة. من حقه أن يترك البعثة، من حقه أن بالتنسيق معنا أو بدون التنسيق معنا، ولكن ليس من حقه أبدا أن يذهب ليتحول إلى ظاهرة إعلامية. هذا ليس عمل يليق بأخلاق المراقب العربي. ما القصد؟ يعني أنت تشكك في كل ما قاله وكل التصريحات، خاصة ما تتعلق في كل ما قاله؟ بالتأكيد في ما قال صحيح والغير، لكن تعريف الشعوذة في اللغة العربية هي 90% حقيقة و 10% كذب. هو أرسل لنا رسائل يقول شيء غير اللي قاله لجريدة الحياة وغير اللي قاله على الجزيرة. هنا أنا أشكك بكل ما قال عندما أرى هناك تناقضات في شهاداته، سواء في مراسلاته أو في الإعلام. هو ذهب باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ليس عضوا في اللجنة العربية، هو ضمن المرشحين الذين أصروا على أن يكونوا في الوفد، فكان في قائمة اللجنة العربية ولكن ليس عضوا بحال من الأحوال في اللجنة العربية لحقوق الإنسان. تفضل سالم زهران. نعم توفيق، أولا اسمح لي أن أحيي الدكتور هيثم مناع على موقفه من أنور مالك، وهو موقف جريء يسجل له، لكنني أسجل عليه عبارة احتلال درعا. درعا عزيزي ليست مستوطنة إسرائيلية، درعا ليست مدينة في اسطنبول أو تركيا أو حي أو شارع، درعا مدينة سورية ويحق للجيش العربي السوري أن يدخل إليها متى يشاء. عبارة الاحتلال تستعمل للأجنبي، عبارة الاحتلال تستعمل للأمريكي الذي رأيته يتبول على جثث الناس في أفغانستان. عبارة الاحتلال
الاستغلال تستعمل على الأمريكي الذي نراه في العراق يختص بالرجال قبل النساء. أما جيش العرب السوري عزيزي ليس محتلا لدرعا، هي أرضه وهي بلده وهي مدينته وهي محافظته. وقال الدكتور هيثم مناع عبارة أنه كيف يتقبل أحدهم يقتل أخوه وأخوه الثاني هذا المشهد فيذهب إلى العنف. فأقول لك أيضا كيف تقبل من عسكري سوري طيار أو مشاة أن يقبل ويرى زملاء له يتعرضون لكمين مسلح ويقتلون في بساطهم أثناء تنقلهم من عملهم إلى عملهم؟ كيف تفهم عدم انضباطية من تسميهم ثوار كردة فعل على قتل زملائهم؟ وكيف لا تفهم ردة فعل هذا العسكري السوري الشريف الذي يرى زملاء له يقتلون؟ طيب سالم زهران، واستطرادا دكتور هيثم اسمح لي أن أسألك سؤال مباشرة على الهواء، هل أنت من الفئة التي تحدث عنها الدكتور بشار الأسد بأنها تحاور تحت الطاولة؟ وشكرا. طيب السؤال كنت سأطرح عليك هذا السؤال، تفضل طرحه هو سالم زهران، تفضل. قبل الأسئلة كثير. قبل نحن شعارنا سلمية حتى النصر، ليست السلمية مرحلة. هذا في استديوهات محطة فرنسا 24 عم على الأرض وأنا رأيت بأم العين، ليست سلمية. لم أقاطعك إذا سمحت، تفضل. سمعت أشياء يعني بتنرفز وما قاطعتك. تفضل هيت. فأرجوك لا تقاطع. يعني في مسألة أساسية، هناك عندما يكون مئات ألاف المواطنين يتظاهرون سلما يصبح الحديث عن بضعة عشرات من المسلحين مضحكا، لأنهم لا يشكلون نسبة 1% ممن يتحرك في المجتمع. لذا لا نعير أهمية إن كان اسمه جيش حر وكان اسمه شو ما سميته، سلفي ولا اللي تحب، إرهابي ولا مناضل ولا مجاهد، مثل بعضه. الأساس بالنسبة لنا هو الحراك المدني الشعبي السلمي. ولذا نصر ونصر حملة الأسبوع السوري، شباب ميدان، هيئة التنسيق الوطنية، كل الحملات التي تقوم بها الشبيبة المتمسكة بالديمقراطية والمدنية ووحدة البلاد ووحدة الشعب تقوم على السلمية. هذه مسألة كثير أساسية بالنسبة لنا، وكانت سبب من أسباب الاتفاق اللي بتعرف البعض قلب الطاولة من أجله، لأننا رفضنا أن نشير إلى أي تشكيل عسكري مهما كان. النقطة الثانية، الكلام اللي عم بقوله أنا مش كلام نظري، الكلام يمثل أغلبية سورية حقيقية. الشعب السوري ليس شعبا يريد العنف أو يتعامل مع العنف بإيجابية، هو شعب مسالم ويريد بسلميته القضاء على الدكتاتورية والخلاص منها. بالنسبة لمسألة التفاوض، لا فوق الطاولة ولا تحت الطاولة، وسط الطاولة. لا يوجد حوار مع كل من تلوثت يده بالدم، ولن يكون هناك حوار مهما كانت المناصب على هذا الحذاء. نحن ما يهمنا هي مطالب الشعب، وما يهمنا هو الإخلاص لأهداف الثورة، هذا هو الأساس. وكل ما يشاع من إشاعات من بعض يعني الرخيصين سواء كانوا في هذا الصف أو ذاك لا يهم، هذا يعاد عليهم، لن يغير لا في موقفنا المبدئي ولا في سلوكنا من أجل أن نكون في خدمة الثورة أولا، ولا نبحث عن أي منصب في هذه الثورة أو بعدها. الكلام واضح. نبدأ بطرح أسئلة المشاهدين على فيسبوك. أطلب منكما الاختصار والاختصار الشديد في الرد. إيمان بن سليم من تونس تسألك هيثم، هل في الاتجاه نحو التدويل إمكانية تكرار السيناريو الليبي في ظل رفض روسي وصيني لفرض عقوبات على نظام الأسد؟ باختصار لو سمحت. لن يتكرر السيناريو الليبي في سوريا، لسبب أننا ضد السيناريو الليبي من حيث المبدأ، وثانيا الظروف الدولية مختلفة والتركيب السوري والوضع السوري مختلف تماما. جمال زياني من المغرب تسألك سالم زهران، من أين يستمد النظام السوري قوته وتعنته بعد أن أثبتت التجربة سقوط أنظمة عربية ديكتاتورية مماثلة؟ يستمد النظام السوري قوته من مشهد الملايين من المتظاهرين في الشارع فيما من يسمى أنفسهم ثوار، زوم إن وزوم أوت. أقسم بشرفي أنني ولا مرة رأيت مظاهرة فيها أكثر من 50,000، وأتحدى الآن أن تظهروا على الملأ صورة فيها أكثر من 50,000
ألف متظاهر ضد النظام السوري، هذه القوة الأولى. أما القوة يا سالم حتى نظهر يجب أن نكون متواجدين على الميدان، لسنا على الميدان إذن لا يوجد صور من يرسل لك صورة فيها 10 و20 و40 شخص يمكنه أن يرسل لك صورة فيها 20 و30 و40 و50 ألف. طيب عبد الحميد عتيقة من تونس يسألك هيثم مناع، هل نزول الأسد للشارع لتعبئة الأنصار يعد مؤشرا على أن الصراع بدأ مرحلة الحسم؟ لا أظن ذلك، بعيد جدا، لكن أنا في حماة كنت أرى مئات الآلاف أمام عيني وكل العالم كان يراها قبل دخول الجيش السوري إلى المدينة بشكل مؤسف وبضرب للنضال المدني والسلمي. مصطفى أبو خالفة من الجزائر يسألك سالم زهران سؤال بسؤال. مصطفى أبو خالفة من الجزائر يسألك سالم زهران، انظر إلى الفيسبوك الخاص بالليلة، ألا تحمل العودة لمجلس الأمن ضعف التعاطف العربي مع الثورة السورية؟ إن تجربة مجلس الأمن هي تجربة حية، في أفغانستان يبولون على جثث، في العراق يقتصبون الرجال، إذا كانت هذا النموذج الذي سيأتي إلى دمشق لا أعتقد أن حتى هيثم مناع يوافق عليه. الجامعة العربية في قطر فواز العطية الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية موجود الآن في سجن لأنه كتب كتاب عن تاريخ قطر، لا يمكن لهذه الدول المتخلفة البائدة التي لا يوجد فيها دستور أن تنظر في الديمقراطية، ولا يمكن لهذا المجلس الأمن الذي سقط منذ سنوات طويلة أن يأتي بالحل. الحل يأتي من الشعب السوري وبين الشعب السوري من مختلف التوجهات السياسية الأساسية. ياسين الزكية من المغرب يسألك هيثم مناع، بعد مقتل جيل جاكي ماذا يمكن أن تفعل الدبلوماسية الفرنسية للضغط أكثر؟ لا أظن بأن هذه مهمة الدبلوماسية الفرنسية، يعني مهمة كل الأحرار في العالم أن يقفوا ضد عملية الاعتداء على السلطة الرابعة التي نحن بأمس الحاجة إليها، لأننا بأمس الحاجة إلى شهود. أصلا كل مسألة المراقبين كانت الفكرة وراءها وجود شهود على الأراضي السورية. عبد الحي الفقيهي من المغرب يسألك سالم زهران، هل يمكن اعتبار مقتل الصحفي الفرنسي خارطة طريق ستؤدي لتدخل عسكري يقوده سلاح الطيران الفرنسي؟ مضحك هذا السؤال، لقد ذكرنا في بداية الحلقة أن مندوب عن المحطة الفرنسية الثانية موجود اليوم وهو مدعو ليكون موجود في التحقيق. أما التدخل العسكري أنا شخصيا أتمنى أن يأتي ليرى الموت بأم العين، لن يأتي الأجنبي إلى سوريا، لأن في سوريا رجالا صدق الله وعهد الله أن يحافظوا على سوريا وأن ينتصروا لأجل سوريا، لن يأتوا، لا يوجد بترول، لا يوجد نفط، بل يوجد صواريخ جاهزة وحاضرة للزود عن سوريا. سعيد فرج من ليبيا يسألك هيثم مناع، هل اللهجة التي ظهر بها بشار الأسد مؤخرا تدل على استعادته لتوازنه واستيعابه للثورة أم أنها زوبعة في فنجان؟ كان يتكلم بقوة لعاملين، بالتأكيد لديه نوع من التأكيدات الإقليمية والدولية في اتجاهه، وبالتأكيد أيضا استفاد من الانقسام اللي نحن نعيش فيه في المعارضة السورية. سالم زهران فاهم الهوازي من الجزائر يسأل، هل يمكن أن يكون مقتل الصحفي الفرنسي رسالة موجهة لضعف الجامعة العربية وتسريع التدخل العسكري الأجنبي لحل الأزمة؟ سؤال شبه متكرر، باختصار مقتل جيل جاكي هو وصمة عار على من يسمون أنفسهم ثوار، وهو إضافة جديدة إلى هذا الجسم الصحفي العالمي إلى تضحياته، وهو وسام ونشان إلى كل صحفيي فرنسا الأحرار. أما خارطة الطريق العسكرية فلها ممر آخر وطريق آخر، أعتقد وأظن أنه بات بعيدا، وأعتقد وأظن أن في سوريا من ينتظر هذا القدوم لكي يحاسب من سيأتي حسابا عسيرا. إبراهيم من الجزائر يسألك هيثم مناع، هل سنشهد خطوة أكثر واقعية من المجتمع الدولي تجاه الأزمة السورية بعد الفشل التام للجامعة العربية وسلسلة الانسحابات من بعثة المراقبين؟ أنا ضد كلمة الفشل التام، وسأكون آخر مدافع عن الحل العربي، لذا أظن بأن علينا التمسك، هناك فرص عديدة، لا يوجد فيتو في الجامعة العربية، لا يوجد أيضا تحجر وتخلف مثل ما كانت قبل مثل ما يعتقد البعض أو يقول البعض في السلطة أو في المعارضة. حتى الجامعة العربية فيها تغيرات كثيرة رافقت الربيع العربي، علينا أن نستثمرها وأن نذهب بعيدا في حل عربي. أشكر في الختام هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر، ومعي من بيروت سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي، شكرا جزيلا لكم.